الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، أهلا بكم في هذا البرنامج الجميل والعظيم، هذا ديننا. واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث معكم عن أهم عبادة. هذه العبادة كثير من الناس لا يعرف أسرار هذه العبادة، فاليوم إن شاء الله نتعرف في هذه الحلقة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا جميعا، نتعرف فيها على أسرار الصلاة. أسئلة كثيرة تأتي إلينا، لماذا لا نتغير مع أن الصلاة محور تغيير للعبد في الدنيا، والصلاة لها علاقة كبيرة جدا بأمور حياتنا كلها، علاقة الصلاة بالشهوات، علاقة الصلاة بفعل الفاحشة أو المنكر، ما هي علاقة الصلاة بالرزق وهل فعلا الصلاة تزيد من الرزق، علاقة الصلاة بالأخلاق، علاقة الصلاة بالأسرة، وهل للصلاة محور أساسي في إصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع. كل هذا بمشيئة الله نتعرف عليه في هذه الحلقة الكريمة المباركة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال الأستاذة ندى. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أستاذة، تفضلي. لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل سؤال. اتفضلي. بس هو بعيد عن موضوع الحلقة شوية. اتفضلي إن شاء الله. بص والله العظيم أنا عملت ذنب كبير في حياتي وندمان عليه، بس مش عارفة ربنا يغفر لي ولا لأ. تمام، انت عايزه تعرفي ربنا ممكن يغفر لك ولا لا؟ الذنب الكبير اللي انت عملتيه. عارفه يا استاذه ندى اكبر ذنب عند الله عز وجل ايه؟ هو اكبر ذنب عند ربنا سبحانه وتعالى ان يستعظم العبد الذنب في جنب الله. ان انا اقول الذنب ده ربنا مش هيغفره، الذنب ده كبير قوي فربنا مش هيغفر هذا الذنب. هو أعظم ذنب أن تستعظم الذنب في جنب الله، أن تستعظم الذنب في جنب الله. وأبشرك وأقول لك الله غفور رحيم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عبده ومن عبده، ولكن لا بد للتوبة من شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، لابد أن أنا أوقف الذنب حالا، الإقلاع عن الذنب. ثم أن أندم ندم شديد على هذا الذنب. الأمر الثالث العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، يكون فيه إرادة، في عزم، في قوة وقوة إرادة أن أنا ألا أرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. الأمر الأخير، الله سبحانه وتعالى يبشرنا جميعا ويبشر أصحاب الذنوب والمعاصي فيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أبشري، إذا تبت وندمت ورجعت إلى الله وفعلت الصالحات الله يبدل كل هذه الذنوب حسنات إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك التوبة الصادقة وأن يغفر لك ذنبك، اللهم آمين. نرجع إن شاء الله لموضوع الحلقة، أسرار الصلاة. وكنت قلت هناك علاقة كبيرة جدا بين الصلاة وبين الشهوات. نسمع كثيرا من يذنب ومن يتجرأ على الله عز وجل، ولماذا الإعراض، هذا الإعراض الكبير عن الله عز وجل، لماذا هذه الغفلة؟ لأننا لم نعلم أسرار الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما العقاب يا ربنا؟ فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. معنا الأستاذ فاروق، اتصال. أستاذ فاروق السلام عليكم. حاول يا أستاذ فاروق تكلمنا تاني، الخط انقطع.
فالله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ابن عباس يقول: ليس المقصود بإضاعة الصلاة الإضاعة بالكلية، ولكن هم الذين يجمعون الصلوات في آخر اليوم. الله توعدهم بأن أولا سوف يتبعون الشهوات لإضاعتهم الصلاة، إذن ينغمسون في الشهوات ويبتعدون عن رب الأرض والسماء. وتوعدهم الله عز وجل بأنهم سوف يلقون غيا. معنا اتصال الأستاذة وفاء. السلام عليكم أستاذة وفاء. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. ممكن أسألك سؤالين معلش؟ اتفضلي، تحت أمرك، اتفضلي. أنا بقوم أصلي قيام الليل، بس بقوم هو القرآن الفجر شغال، هو كده يتحسب قيام ليل ولا لأ؟ مش قبل الأذان؟ لا الأذان ما أذنش، بس القرآن الفجر اللي هو بيشتغل ده بيبقى شغال. هو ده أفضل فترة وأفضل وقت لقيام الليل، هو أفضل وقت هو السحر، وقت السحر اللي هو قبل الثلث الأخير من الليل. ده أفضل عبادة لله عز وجل بعد الفرائض، قيام الليل في الثلث الأخير من الليل. يعني لو أنا فده أفضل وقت، أفضل وقت، ده أفضل وقت للاستغفار والمستغفرين بالأسحار. وقيام الليل هو ده أفضل وقت قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة، هو ده أفضل توقيت إن شاء الله. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السؤال الثاني كمان سؤال، هو انت لما تكون عارف ان في حد بيعمل غلط جامد وبتداري عليه، فبس لو قلت لو قلت مثلا لاهله او لزوجته وكده هتحصل مشكله، فانت لما تداري عليه هل من ستر عيوبه ان ستر الله عيوبه، ولا ان انا افتن عليه واعمل مشكله بس ده عيب كبير اللي هو بيعمله؟ طيب هل انت تستطيع النصيحه لي؟ إن يعني الله يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل في استطاعه لحضرتك انك انت تنصحي له لله عز وجل بنصيحه مباشره او غير مباشره؟ يعني ممكن تخليه يسمع درس علم مثلا بتكلم عن الفواحش وعن المنكرات وعن عقوبه مثلا الزنا وعقوبه البعد عن الله عز وجل بعقوبه الذنوب والمعاصي اللي هو بيرتكبها، او انت تنصحيه بطريقه مباشره لو هو يعني قريب منك او تستطيع انك انت تنصحيه؟ يعني جدا هو قريب مني جدا وحاولت كتير بس بيقول لي مش عارف، فهل انا كده مداريه يعني؟ لا، هو الستر هو ده الواجب عليكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. الفضيحه ممكن يكون لها مردود سلبي عليه، وان الانسان ده يقنط من رحمه الله عز وجل وممكن الناس تعرفه، لكن هو دلوقتي هو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ان شاء تاب عليه وان شاء عذبه، فاتركيه لله عز وجل. معنا الاستاذ خالد. السلام عليكم استاذ خالد. ايوه ازيك يا شيخنا، يا مرحبا، اهلا وسهلا استاذ خالد، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا شيخ، الصلاه اصلا طبعا دي الله سبحانه وتعالى فرضها اصلا في السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السبعه. الله يفتح عليك. حاليا دلوقتي الصلاه دلوقتي احنا دلوقتي بننصح بيها اهالينا ونقول لاهالينا كذا مره متكررا، وهم اصلا ما بيسمعوش او ما بينفذوش، ودايما احنا بنصلي في بيوتنا وبنطلب الهدايه لينا ولاهالينا، لكن في خلل في بيتنا ان ازواجنا اصلا ما بتسمعش فعلا كلامنا، وده شيء بيضايقنا. احنا بنبقى شغالين طول اليوم وبنتمنى ان اهالينا يبقى كويسين، واحد يرجع يبقى قاعد وسط عياله يبقى مبسوط، لكن الاهل في التلفزيون والاعلام مش عارف البيوت نعم. بقى فيها ايه، يعني انا مش عارف ايه. صحيح والله، انا من ضمن الامور اللي انا عايز اتكلم فيها برضو هو الخلل الموجود في الاسره دلوقتي بسبب تضييع الصلاه، ولذلك نسبه الطلاق دلوقتي زادت جدا. ليه؟ لان اصبحت البيوت خاربه. ام سعيد من البحيره، اهلا وسهلا سعيد. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا كنت تعبانه شويه ويعني قلت ان شاء الله ربنا لو شفاني هصلي كل يوم 10 ركعات شكري لله. نعم، ربنا شفاكي الحمد لله. نعم ربنا شفاكي. ايوه الحمد لله، اطمنت وباخد علاج يعني الحمد لله كويسه، اسال الله ان يتم عليك الشفاء. طيب انا بصلي كل يوم العشر ركعات. وهل كنت قبل كده ما بصليش؟ انا عندي 32 سنه ما كنتش بصلي، بس بصلي حاليا بقالي 6 شهور. ما شاء الله، ربنا هيسامحني على الايام اللي فاتت او
او اعمل ايه؟ ما هو وانا هرد على حضرتك، حاضر ان شاء الله في موضوع الصلوات الفائته دي نعمل فيها ايه واراء العلماء فيها ان شاء الله. بالنسبه ل10 ركعات، لو انت في يوم ما قدرتيش تصلي يبقى لابد انك انت تطلعي نذر، لاني انت الزمتي نفسك وفرضتي على نفسك فرض ربنا ما فرضهوش عليكي، واسال الله ان يتم الشفاء عليك ان شاء الله. الاستاذ شكري، السلام عليكم استاذ شكري. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. دلوقتي أنا عندي زوجتين. نعم. عندي زوجتين، عندي أم العيال عايشة نفسها عنها عني بقى لها 5 سنين. فأحاول معاها 5 سنين، قالت لي مش هسلم لك نفسي إلا لما أطلق الزوجة الجديدة. نعم. فانا طبعا مش موافق على الكلام دوت، فحيشان عن نفسها في حق الشرعي. فايه الحكم يا شيخ في هو طبعا هي تأثم لذلك، لا يجوز للمرأة ان تمنع نفسها عن زوجها، ده اثم يعني. طيب ان شاء الله ناخد فاصل ان شاء الله ونرجع بعد قليل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا بعد اداء صلاة العصر والاذان. الأستاذ خالد كان بيتكلم على إن هو بيأمر أهله كتير بالصلاة وعيلته كده، والناس بتأثر في الصلاة. الله يقول أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، خلي فيه صبر وخلي فيه نصيحة بحكمة وبموعظة حسنة، الدعاء أن تدعو لهم أن يجعلهم الله من مقيمي الصلاة، هذا أمر محبوب إن شاء الله. وأطمنك وأبشرك، أقول لك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم. فلا بد للإنسان أن ينصح ويدعو الله عز وجل لأهله بالتقوى والاستقامة وبإقامة الصلاة، ولكن ليس عليه هداهم، الهداية من عند الله عز وجل. الأستاذ أم إيهاب، أهلا وسهلا، السلام عليكم أم إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم إيهاب، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي على طول الحمد لله وبقرأ في القرآن، ربنا يبارك لك. فيه بعض الجيران بيجوا يطلبوا مني حاجه، يعني مثلا يطلبوا مثلا حاجات من حاجات البيت. نعم. فانا بتبقى عندي الحاجه دي ربنا يسالني. نعم. ممكن ادي منها وممكن ابقى محتاجاها فعلا ان انا هعمل منها الوقت مثلا، فبقول لهم لا، فهذا يعني كتب عليا كذب. هو لو الناس دي انت في ود بينكم والامر كده يعني فيه يعني سلاسه كده، وان الناس بتاخد وتدي لبعض، فده امر محبوب، وتحتسبي هذا الامر لله عز وجل. يعني الجار خيركم لجاره، وان النبي صلى الله عليه وسلم وصى حتى على الجار الغير مسلم، يعني له حق الجوار يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت اني ساورثه او انه سوف ياخذ في الميراث. فده أمر محبوب جدا، خرجي الحاجة اللي عندك لله عز وجل بنية الصدقة وبنية حسن الجوار، تكسبي حسنات كتيرة جدا إن شاء الله. طيب أنا الوقت مثلا ممكن يجوني مثلا على فلوس وأنا يعني مش عايزة أديها، فهل تكتب عليا سيئة؟ لو انت عارفه ان هم ناس مماطلين مش هيدوكي الفلوس بسرعه، او ان هم ممكن ياخروا عليك الفلوس وممكن ان تقعدي فتره كبيره جدا ما تاخديش فلوسك، فهنا بيبقى المعاريض مندوحه الكذب. يعني ممكن تشاوري على اوضه كده ما فيهاش فلوس وتقولي ما معيش فلوس هنا، يعني في الاوضه اللي انت بتشاوري عليها اللي هي ما فيهاش الفلوس. يبقى لو ده بقى الامر ده في حاله الضروره القصوى، اللي هي ان الناس دول مماطلين. لكن ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، الله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. لما تقرضي الناس وتخففي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أن رجل كان لا يفعل شيئا في الحياة غير أنه يعطي الناس ويصبر عليهم، فيبعث غلمانه للناس يقول لهم إذا رأيتم الرجل ليس معه فتجاوزوا عنه. فجاء يوم القيامة فقال الله أنا أكرم منك تجاوزت عنك، لأنه كان يتجاوز عن الناس. فخذي الأمر لله عز وجل وأقرضي الناس قرضا حسنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى وحسن معاملة الجيران. الحاج شكري كان بيتكلم على أن هنا في معاه زوجتين، وزوجة منهم كانت تمنعه
نفسها أقول لها اتقي الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق من الزوجة الثانية، ولا يجوز لك أبدا منع نفسك عن زوجك، ولكن أقول للحاج شكري اصبر واحتسب من أجل أولادك ومن أجل العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم، عاملها بالإحسان، وادعوا الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب، وأن يزيح الحقد والكراهية من قلبها، واصبر عليها لله عز وجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن شاء الله. الأستاذ فاروق من بني سويف، بلدياتي. أستاذ فاروق، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل. عامل ايه؟ الله يكرمك، ربنا يبارك لك. عايز اقول لك ربنا يبارك لنا في حضرتك ويخليك لينا ويجعلك ذخرا للاسلام يا رب. الله يكرمك يا حبيبي. حياتك فاروق، يعني فاروق عيد. اهلا يا فاروق، اهلا يا حبيبي، ربنا يا رب يتم شفاك على خير، واسال الله عز وجل ان يتم شفاك شفاء لا يغادر سقما، وأطلب من حضراتكم تؤمنوا على هذا الدعاء، أن أسأل الله عز وجل أن يشفي فاروق شفاء لا يغادر سقما، وأن يخرج لنا سالما عافيا يا رب العالمين، وأسأل الله أن يرزقه العفو والعافية، اللهم أمين. سعدت جدا باتصالك وانت في ظروفك وفي مرضك وتعبك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك يا حبيبي. أم شادي، أهلا وسهلا، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أيوة ازيك يا شيخ؟ أهلا أم شادي، اتفضلي. أيوة حضرتك، أنا لما باجي أصلي ما أناش حافظة التشاهد، ففي الآخر يعني بقرأ سورة قل هو الله أحد أو أي سورة قصيرة. طيب ينفع ولا ما ينفعش؟ هو بس إحنا نقرأ الفاتحة لغاية ما نتعلم التشاهد، يعني لازم، ما ينفعش إذا كنت أنا مسلم لابد أن أتعلم فقه الصلاة، أنا بتاجر أتعلم فقه البيع، أنا عندي زكاة أتعلم فقه الزكاة، فما فيش مشكلة ناخد كلمة التحيات لله، قولي بس كده التحيات لله، واحفظيها ولو كل يوم كلمة، هاتيها كده مسجلة وقعدي اسمعيها كتير لغاية ما إيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد كده اللهم صلي على محمد، بس قولي دول بس مؤقتا لغاية ما تحفظي إن شاء الله التشهد. أسأل الله أن يعلمك ويعلمنا جميعا يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عليا أيام كتير كنت عاملة عملية المرارة، فهل ينفع اصوم الايام ديت او اطلع عليها يعني اطلع فلوس ولا اصوم الايام؟ انت مش هتقدري تصوميها كلها، يعني ايام كتيره جدا ولا ايه؟ من حوالي قد ايه يعني، حوالي كام يوم؟ عليها 22 يوم، عملتها 8 رمضان. لو انت في استطاعه وفي مقدره ومفيش حمل ومفيش رضاعه والامور ماشيه تمام معاكي، يبقى ممكن تصوميها وتقسميها، مفيش مشكله. لو انت عجزتي عن الصيام بتطعمي عن كل يوم مسكين، تطعمي عن كل يوم مسكين، لو في عجز عن الصلاة الصيام، يعني لو مش هتقدري ودخلتي في دور رضاعة أو دور حمل تاني أو والأمور بقت تثاقلت عليك، فهنا ضرورة، فعليك تطعم كل يوم مسكين عن كل يوم أنت افطرتي فيه، والله أعلم. أم يوسف، السلام عليكم. أم يوسف. أيوة. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، إيه حكم الزوج اللي بيسب الدين للولاد ولمراته يعني كحياة شرعية؟ سب الدين كفر بالله والعياذ بالله، يعني أسأل الله أن يهديه. سب الدين، من سب الدين فخرج من الملة، لابد أن يتشاهد ويغتسل ويدخل الإسلام مرة أخرى، لأن سب الدين ده أنت بتسب دينك، ده ما فيش أعظم من كده، يعني أنت بتسب الإسلام أو تسب الدين، ده أمر كبيرة من الكبائر، تخرج الإنسان من الملة، ومن سب الدين فقد كفر. فيعني أسأل الله له الهداية، وأنت انصحيه بحكمة وبموعظة حسنة، وهاتيله حد يكلمه، يعني لو هو مش هيسمع منك شوفي حد من العلماء أو شوفي درس علمي يسمعه، اسأله ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يهديه وأنه يحسن أخلاقه، وطلعي صدقة بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يحسن أخلاقه، وأسأل الله أن يحسن أخلاقه وأن يبعده عن سب الدين يا رب العالمين. كنا بتكلمنا عن الصلاة وأسرار الصلاة. كتير جدا يسأل سؤالا، أنا بصلي ولكن لا أتغير، لماذا لا أتغير؟ أنا بصلي ولكن بكسل في الصلاة، أنا بصلي وما زالت أخلاقي هي، يعني ممكن واحد يكون بيسب الدين والعياذ بالله ومع ذلك بيخش المسجد وبيصلي، واحد مرتشي وبيصلي، واحد بيزني والعياذ بالله وبيصلي، طب هو إيه الموضوع؟ إيه الانفصام والانفصال بين إن أنا بصلي وإن أنا ما زلت مصر على ارتكاب المعاصي والذنوب؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى الإنسان عن فعل كل هذه. لماذا لا تغيرنا الصلاة؟ لماذا لا تغيرنا الصلاة؟ لأننا لم نعلم أسرار الصلاة. الواحد أو الواحدة تدخل الصلاة أو يدخل الصلاة. معنا اتصال أم أحمد من القاهرة. السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتفضلي. الله يكرمك، اتفضلي يا أم أحمد. حضرتك، أنا كان جوزي بيحلف طلقات كتير عليا. فعليا الطلاق بالتلاتة معايزك وكده، وبعد كده يرجع في كلام تاني يقول لي ده أنا غصب عني. تمام. فأنا عايشة معايا، أنا عايزة أقول يعني ربنا عالم بينا وكده، يعني مفيش حاجة. يعني حلفاناته دي مش عارفة دي محسوبة. طيب هل في مرة من المرات إن هو رمى اليمين مباشر قال لك أنت كذا؟ ولا قال انت طالق بالتلاتة كم مرة؟ بس بعد كده بيقول انا ده كذا مرة. لا لا، مش مرة. انا بتكلم عن اللفظ الصريح غير اللي هو بيقول عليا الطلاق. ده مرة واحدة، ده مرة واحدة، مرة واحدة. طيب انا عايزك انت بقى تقولي له كده، لان هو لازم حد يكلمه، لان موضوع البيوت مش سهل ان الانسان يستعمل الفاظ ممكن تهدم البيوت والانسان يعيش في الحرام والعياذ بالله. فلا بد انك انت تكلميه تقولي له طيب دلوقتي انت الموضوع ده على لسانك كتير، فاحنا عايزين نروح لشيخ او نروح دار الافتاء ونسأل ونشوف احنا ظروفنا ايه، احنا مش عايزين نعيش مع بعض في الحرام. الحاجة التانية ان هو لابد انك انت تنصحي له بالراحة وبحكمة وبموعظة حسنة، وتشوفي حد برضو يكون ليه تأثير عليه، يعني حد بيسمع له ويطيع تكلميه في الامر ده، ويكون الموضوع بعيد عنك انت، يعني مش انت اللي رايحة للراجل وهو عارف ان انت رايحة لحد يجي ينصحه او الكلام ده كله. لا، لابد انك انت تنصحي له بطريقة غير مباشرة. والدعاء برضو، أوصي نفسي وإياكم بالدعاء. الدعاء والله يغير القدر، الدعاء يغير القدر، والدعاء هو سلاح المؤمن. لابد أنك أنت تدعي في صلاتك وتتقربي إلى الله عز وجل بالدعاء، أن هو برضو يحسن أخلاق زوجك ويمنعه من ذكر هذه الألفاظ التي تهدم البيوت. وأنصحك بالذهاب إلى دار الإفتاء. نكمل إن شاء الله. الصلاة، لماذا لا تغيرنا الصلاة التي نصليها؟ إذن فنحن لا نعلم أسرار الصلاة. إيه أسرار الصلاة؟ أسرار الصلاة أن تكون خاشعا لله عز وجل حينما تصلي. كثير من الناس يجي يا عم الشيخ إحنا بنخش الصلاة ونفتكر حاجات قديلها عشر سنين. طيب معنا اتصال الأستاذة زينة من أسوان. أهلا وسهلا، بارك الله في أهل أسوان. تفضلي يا أستاذة زينة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. معلش انا عندي مشكله، بس انا كنت عايزه اخد رايك فيها. اتفضلي يا فندم. انا معايا مشاكل مع اهلي واخواتي. مشاكل مع اهلك واخواتك؟ اخواتي فجايين عليا جامد قوي، فانا سبت البيت. طيب انت سبت البيت وانت متزوجه ولا لسه؟ لا انا كنت متزوجه، وسبب الزواج فانا سبت البيت، يعني عشان خاطر طلبت الطلاق. طيب انت دلوقتي هما ما يعرفوش مكانك فين؟ لا، ما حدش يعرف حاجه عني، بس انا دلوقتي يعني خايفه من غضب ربنا عليا ان انا ما بسالش على امي. انا اهم حاجه عندي شغلاني امي. اهم حاجه عندك ايه؟ امي. امك. طيب ما انت اللي انت عملتيه ده، ممكن يعمل مشكله كبيره مع امك، يعني ومش مع امك بس، مع العيله كلها، انك انت خرجتي عن طاعهم وانك انت مشيتي. لا بس هم تحكماتهم والعقاب اللي انا تعاقبت بسبب الطلاق اللي انا طلبته كان صعب عليا. انا اتحبست وكده، واتحبست 5 شهور في البيت، وابني اللي اخدوه. طيب يا استاذه زينه، عندك استعداد لو هم اتغيروا وترجعي البيت تاني؟ على فكره دي مش اول مره امشي، دي كذا مره، فهم كنت بمشي وبرجع عشان خاطر ان هم يتغيروا. مفيش، يعني انا حاولت معاهم يمكن 8 مرات، الموضوع ده مش اول مره. طيب احنا دلوقتي على الهوا هو، وانا بناشدهم، وانا ما عنديش مشكله خالص ان انا اتدخل، ولو هروح اسوان نتدخل ان شاء الله للصلح. بس حضرتك سيبي رقم حضرتك في الكنترول، واحنا وارقامهم هم، وانا هتواصل معاهم. ممكن انا كنت عايز اعرف حاجه دلوقتي، فانا المفروض مني دلوقتي ان انا اكلم امي عن طريق التليفون، فهينفع ان انا بعد بتابعها من التليفون واطمن عليها؟ ما فيش مشكله، هي هتبقى زعلانه وعايزاني ارجع. لا، افتحي معاها حوار وكلميها وتاسفي لها. بس في حاجه انا عايز اقول لك عليها، انت مش هينفع الانسان يتخلى عن اهله، ما ينفعش الانسان يفضل عايش لوحده. معلش احنا في اقدار
مش بايدينا نختار ابونا ولا امنا ولا دي حاجه بعيد عننا، احنا مش مخيرين فيها، احنا مسيرين. ولكن ازاي نعالج بقى الامر ده؟ العلاج مش في الهروب خالص، العلاج ان انا اواجه المشاكل ولكن بحكمه، وان انا احاول ان انا اتغلب عليها بطريقه برضو سهله ان شاء الله. وانا بوعدك ان شاء الله ان ممكن باذن الله نتدخل ونحاول نصلح بينكم. سيب لنا بس رقم حضرتك ورقم اهلك، واحنا ان شاء الله نكلمهم ونتواصل معاهم وناخذ عليهم بعض الضمانات اللي هي ان شاء الله تكون خير ليكي باذن الله. ماشي. الاستاذه مياده، اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا استاذه مياده، اتفضلي. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، انا بحس لما باجي اصلي كده زي ما حضرتك ما كنت بتتكلم، اقعد افتكر حاجات، او مثلا لو جايز اكل هعمل هسويك مني، معايا عيله صغيره، ممكن اجمع بين فردين مع بعض، عايز اعرف يعني. ما احنا النهارده بنتكلم عن اسرار الصلاه، وان شاء الله هقول روشتة علاجيه ان شاء الله للخشوع في الصلاه، وان احنا نتعرف على اسرار الصلاه ونتمتع بالتغيير الكبير جدا اللي احنا واحنا فعلا طبقنا الكلام ده باذن الله هيكون في تغيير كبير جدا ان شاء الله. يعني تابعينا، وان شاء الله انا هقول دلوقتي الاسرار الصلاه، وازاي نخشع في الصلاه، وازاي نسيطر على الوسواس اللي بيدخل لنا في الصلاه ان شاء الله. طيب احنا ازاي نخشع؟ كيف تخشع في صلاتك؟ اولا انا في الصلاه عندي ثلاث امور، هذه الامور الثلاث لو انا سيطرت عليها ان شاء الله صلاتك مقبوله باذن الله تعالى. ان شاء الله ما يكونش فيه سرحان في الصلاه. معانا الاستاذه حنان، السلام عليكم استاذه حنان. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يكرمك، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، انا عندي بعاني من 6 شهور من وسواس الموت. طيب حياتك رحت لدكتور نفسي ولا لا؟ رحت لدكتور نفسي وباخد علاج بقالي 3 شهور بس مش عامل معايا نتيجه. انا دلوقتي الموضوع بقى معايا ان انا بخاف اصلي، بخاف انام، بخاف اشوف اهلي، بخاف انزل الشارع لوحدي، على طول قلبي مقبوض. طيب الدكاتره قالوا لك ان في يعني العلاج وكده، واداكوا علاج ولكن مفيش نتيجه؟ لا مفيش. طيب ما احنا ممكن نغير برضو الدكتور او الدكتوره النفسيه، يعني لو الدكتور ده ما جابش نتيجه نشوف دكتور تاني، يعني نروح لافضل دكتور، ودي ده الاخذ بالاسباب يعني. ولكن انا هقول لحضرتك، لا في حاجه دينيه طبعا، انا بقول لازم نمشي في الطريقين مع بعض. الدين هناك علاج روحي وفي علاج مادي، ولكن لا اهمل هذا ولا اهمل هذا، ولكن لابد الانسان ان يكون عنده يقين في الله عز وجل، ان النافع والضار هو الله وان الشافي هو الله عز وجل. انا هقول لك العلاج الديني او الروحي اللي في الاسلام، ان الصلاه ربنا قال ان الانسان خلق هلوعا. هلوع يعني في قلق وفي اضطراب وفي وسوسه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. يبقى انا اول حاجه لازم اصلي. طيب اصلي ازاي؟ لابد ان انا افصل، والعلماء علماء النفس يقول اللي بيستطع ان يفصل بين ما قبل الصلاه، قبل دخوله للصلاه يقدر يفصل، ان هو في اثناء الصلاه ما يفكرش هو جاي كان في مشكله او كان في عمل او كان في موضوع او كان في حاجه هو كان بيفكر فيها قبل الصلاه، وعند دخوله الصلاه فصل ما بين ما قبل الصلاه واثناء الصلاه. ازاي يفصل؟ بقراءه صفحه من القران، او ان انا اقول سبحان الله وبحمده 100 مره. إن لابد تعمل حاجة تفصل، لأنك أنت لو ما فصلتش قبل دخولك للصلاة هتخش الصلاة عقبال ما تتذكر أنت في الصلاة هتكون عدت 3 ركعات أو الصلاة كلها انتهت وأنت لسه أصلا ما دخلتش في الصلاة. فلابد من الفصل في تفكيرك قبل الصلاة بقراءة صفحة من القرآن. وأقول لك الأخت حنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. داومي على الذكر، داومي على الاستغفار، طلعي صدقة بنية الشفاء، خلي لسانك رطب بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله، القلب ده مش هيطمئن إلا لما يكون ذاكر لله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللي هيجاهد في الله عز وجل، اللي هيكثر من الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى كريم ويشكر للعبد القليل من العمل، فكيف لو كان مكثر في عمله، مداوم على الذكر، مداوم على الدعاء، أن يدعو الله عز وجل في أوقات استجابة الدعاء، في الثلث الأخير من الليل وفي دبر كل صلاة. أم محمد من السويس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أهل السويس، بارك الله في أهل السويس.
الله يخليك يا شيخ، الله يكرمك. اتفضلي يا ام محمد. بقول لك يا شيخ، انا كان جوزي عنده فشل كلوي وكان عنده انسداد في شرايين رجليه، ما كانش بيقدر يمشي. شفاه الله. فالدكتور كان عايز يعمل له عمليه في رجليه، يغير له شرايين رجليه، فما كانش راضي. فانا اقنعته وقعدت اقول له اعمل العمليه عشان تعرف تمشي وكده. فدخل العمليات وتوفى. انا بقى مخنوقه من 6 سنين متوفي وانا حاسه بالذنب. طيب اللي معاكي ده شيطان يا ام محمد. هو الشيطان عايز يحسسك بالذنب، فتفضلي طول الوقت مفكره في الذنب ده، لا تشعري بصلاه ولا بصيام ولا بطعم الحياه. عايز ينكد عليكي الحياه كلها، ان هو يقول لك انت السبب في الوفاه. لا، انت حينما نصحتيه لاجل مصلحته ولا نصحتيه عشان تضريه؟ لا، نصحته عشان خاطر يقدر يمشي كده. خلاص يعني تبقى حلوة. انت نيتك في النصيحة ايه؟ نيتك في النصيحة ايه؟ نيتي خير والله. خير. طيب الدكتور اللي هو احنا اسأله اهل الذكر، الدكتور المعالج قال العملية دي افضل ليه من ان هو ما يعملهاش ولا لا؟ طيب يبقى انت ما عليكيش. وقعدت في المستشفى اجري ورا كل الدكاترة. ليس عليك، لا لا ليس عليك، لو ما عملتهاش شر. لو ليس عليك وزر، بدل اخذتي بكل الاسباب المتاحه ونصحتي لله وخير. الانسان ممكن يبقى ماشي ويقع ويموت، فده انما الامراض دي سبب للموت. بس انا متضايقه يا دكتور يا شيخ. لا، ما هو ده شغل شيطان بقى يا ام محمد. وانا عايزك انت اول ما يجي لك التفكير ده استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، قولي انا ما عملتش حاجه غلط، انا ربنا مش هيحاسبني على حاجه لان انا ما عملتش غلط. وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان فوق طاقته. انت مجرد نصحتي، النصيحه دي كانت في مصلحته هو من وجهه نظرك. انت لا تقصدي شرا له، ولكن تقصدي الخير. كان يقول لي يا دكتور انا قلبي مقبوض مش عايز اعملها، وانا اللي خليته عملها. اللي رايح ياخد غرزتين بيقول قلبي مقبوض، فطبيعي ده الانسان اللي بيدخل على اي عمليه بيبقى طبعا خايف. فانا لا عليكي، واتركي هذا الامر وراء ظهرك وتقربي الى الله عز وجل. اللي تقدري بقى تخدمي به زوجك رحمه الله، انك انت تخرجي صدقه جاريه على على عليه، انك انت تدعو له في صلاتك، تكثري من النوافل وتصلي وتدعو الله عز وجل في سجودك ان ربنا يغفر له ويخفف عنه. واول ما يجيلك هذا الوسواس استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان، ولا تدعي الشيطان يفسد عليك حياتك. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. يبقى انا عندي 3 تفكيرات في الصلاه. تفكير ما قبل الصلاه، أنا جاي عندي في شغل أو عندي مشكلة أو عندي مشوار أو في حديث مع بعض الأصدقاء، إزاي أفصل؟ بقراءة صفحة من القرآن، أفصل قبل ما أدخل للصلاة. طيب أنا عندي تفكير بعد الصلاة، أنا رايح مشوار ورايح عمل وعندي مشوار هخلصه وهركب مواصلات وعندي مشاغل. في تفكيرك ده بيجي لك في الصلاة، أنت هتعمل إيه بعد الصلاة؟ الست في المطبخ هتعمل إيه بعد الصلاة؟ فتفكيرها كله، إزاي بقى نسيطر على التفكير إن أنا بعد الصلاة بفكر في حاجات، إزاي ما تجينيش في الصلاة؟ أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. لو أنا صليت العصر وأنا بصلي العصر قلت إن دي آخر صلاة ليا، أنا ممكن بعد الصلاة ملك الموت منتظرني، هصلي إزاي؟ هصلي صلاة يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى. فلذلك التفكير في الموت في الصلاة. الأستاذة زينب، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، اتفضلي يا فندم. أنا عندي مشكلة لو سمحت. الله يبارك فيك يا شيخ. ربنا يا رب ييسر لك أمورك، تفضلي. الله يخليك. أنا جوزي رمى علي يمين الطلاق بالتلاتة. قاله لك في مرة واحدة يا أخت زينب؟ قال لك أنت طالب التلاتة ولا قاله في أوقات متفرقة؟ لا، في وقت واحد. وقت واحد، تمام. هل آه رمى اليمين ده قبل كده؟ أول مرة؟ أول مرة يا أخت زينب؟ أول مرة يرمي اليمين؟ أول مرة. تمام، تفضلي. ايوه يا شيخ. طيب يبقى سالنا قال له لازم أن يكون محلل، فهو يعني لاسمه وسمعه كده ومركز، فمش عايز يظهر في الصوره. فاتفقت انا وهو وواحد قريب مننا قريب وكده يعني على اساس انه يبقى المحلل بيننا. وعاجينا انت يا اخت زينب، انت قلتي ان هو رمى اليمين في مره واحده. هي دي المره واحده دي تحسب طلقه واحده، ما فيش محتاجه محلل ولا محتاجه حاجه بالكلام اللي انت بتقوليه ده. انت ما تسمعيش كلام حد. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. هو هي طلقة واحدة، بدل هذه الطلقة اللي هو الطلقات اللي رماها في مجلس واحد
وفي وقت واحد ومكان واحد فتحسب طلقة واحدة وليس يحتاج إلى محلل، وإياك أن تذهبي إلى أحد ولا محلل ولا الكلام ده كله لأنه ملعون والعياذ بالله. أنت ما هو هي حسبت طلقة واحدة، وحتى يطمئن قلبك خديه وروحي دار الإفتاء مفيش مشكلة خالص. أنا بقول لك الكلام ده أن الثلاث طلقات في مجلس واحد لا تقع إلا طلقة واحدة، فأنت مش محتاجة محلل، ده لسه ليه مرتين كمان، فما تروحوش محلل ولا والكلام ده حرام. معانا لسان. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعلي الصوت شويه يا استاذه سمين. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم نعلي بس الصوت شويه. بقول لحضرتك يا شيخ، انا متجوزه بقالي سنه. تمام. فالسنه دي انا حملت على طول بعد الجواز. بس السنه يا مشاكل، يعني جوزي على طول ضرب واهانه مع اهلي وكده. تمام. فجيت بقى اول ما تمت 9 اشهر نزل الجنين ميت. بس كان بسبب الضرب. انا دلوقتي ظلمان هو، انا دلوقتي عندي اهلي زعلان. بس في حاجه بقى من الاثنين، انا عندي هو تعبانه وعندي اهلي تعبانه، فمش عارفه. بص يا اختي ياسمين، انت لازم في ناس تتدخل، فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي. لابد ان في اهل الخير يتدخلوا، وانا انصحك ان هو لو حصل وعد بالتغيير انك ترجعي بيتك، ونشوف بقى اسباب الضرب ايه. هل اسباب الضرب ان انت ببيت عيله يبقى تخرجي من بيت العيله. لو اسباب الضرب المشاكل الاسريه وانك انت في مشاكل بينك وبين الاسره معاه، يبقى يحاول يشوف لك مكان خارج البيت، وتحاولي انت تتوددي برضو ليهم بالايه بالهديه، تهادوا تحبوا يعني. فلابد ان انت ترجعي لجوزك، بس يكون في حد اهل خير يتوسط بينكم في انه ياخد وعد بعدم الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده قط. النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل خلق الله، لم يضرب النساء وكان يكره ضرب النساء. فازاي ان احنا نضرب النساء؟ فلابد ان هذا الرجل انا انصحه ان هو يتقي الله في زوجته. وانا اقول لك لابد ان شاء الله تتوسطي مع اهل الخير لحل هذه المشكله وترجعي لزوجك ان شاء الله. الاستاذه شيماء، السلام عليكم. السلام عليكم استاذه شيماء. الو. اتفضلي. الو. اتفضلي، انت على الهواء، اتفضلي. لسه على الهواء؟ اتفضلي. بقول لحضرتك دلوقتي، هي الموضوع بس للطلاق، طب اعمل ايه؟ يعني اهلي شادين ان هم يطلقوني. وانا مش عارفه، متردده. انت شوفي مين اللي ليه اقناع عند اهلك ان هم لا، انت الطلاق مش حل. احنا نحاول الاول، اصل انتوا البيوت لا تبنى على ان في سنه الناس تتطلق، وكثر الطلاق في المجتمعات، وده تسبب في انهيار المجتمع. فلا بد نشوف اهل الخير، احنا لازم نشوف نوسط ناس، يكون واحد عندهم يخشى الله عز وجل، واحد عندكم كويس، نوسط الاثنين ونصل الى حل يرضي جميع الاطراف ان شاء الله. الاستاذ عمرو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، اهلا استاذ عمرو، اتفضل. الله يخليك. بقول لك عندي والدتي متوفيه، وبتيجي لمراتي دايما في المنام انها جعانه، فاحنا مش عارفين عايزه ايه بالظبط. طيب هو الحل انك انت تخرج طعام على روح الوالده ان شاء الله، يعني حاول تعمل صدقه جاريه، تطعم طعام ليها. الميت بيحتاج الى الدعاء، يحتاج الى الصدقه. هو دلوقتي ما يقدرش وهو ميت يقوم يصلي لله ركعتين، مش هيقدر. احنا دلوقتي واحنا احياء نقدر نصلي ونقدر نتصدق ونقدر نحج ونقدر نعتمر ونقدر نصوم، لكن الميت ده خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميت قريب، واحد ميت منذ ايام، فقال من هذا؟ قالوا فلان يا رسول الله. قال ركعتان خفيفتان ممن تنفلون، يعني تنفلون أو تحقرون، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الرجل ده لو قام من قبره هيصلي ركعتين، الركعتين ده لو أنت خيرته بين ملايين الدنيا وملك الدنيا كله بين ركعتين هيختار ركعتين، لما علم من منزلة الصلاة ولما علم من عظمة الصلاة. الأستاذ أحمد، آخر اتصال. أستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك، اتفضل استاذ احمد. كنا بس عاوزين نسأل على الصلاة بس. نعم استاذ احمد. الصلاة يعني مثلا الواحد لو ترك وقت ولا حاجة ينفع النوافل يعوضه في النوافل؟ ما انا كنت هجاوب على السؤال ده، ان انا العلماء في موضوع الصلاة
اختلفوا في حته الصلاه الفائته، واحد اديله 10 سنين ما بيصليش وتاب الى الله عز وجل وبقى يصلي، يعمل ايه؟ ال 10 سنين دول هيقعد يصلي فيهم هيقعد فتره كبيره جدا. العلماء هنا ليهم رايين، الراي الاول بيقول ان لابد ده قضاء وحق لله عز وجل وحق الله حق ان يقضى، والراي الاخر الذي يميل قلبي اليه ان الانسان يكثر من النافله وان التوبه تجب ما قبلها، كما ان الهجره تجب ما قبلها كذلك التوبه تجب ما قبلها. الانسان يلتزم من اول يوم توبه يصلي لله عز وجل ولكن يكثر من النوافل، لا، لان الاكثار من النوافل تعوض الصلوات الفائته. اسال الله عز وجل ان يجعلنا مقيمين الصلاه، ان يجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا، اسال الله عز وجل الهدايه لنا ولاولادنا ولمجتمعنا وللمسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.